السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديال قناة أمي. غتحضروا معايا اليوم أدواج ديال أتاي اللي اقتصادي بزاف. عندي هنا الزبدة، عندي نص باكيت ديال الزبدة، خديت نص وخليت نص. هنا كما كتشوفوا الزبدة رطبة، خرجتها قبل من الثلاجة، وقبصة ديال الملح اللي ضرورية باش كتعادل الذوق. غادي نخدموها بيدينا، وغندير هاد زهرة البرتقال. غادي نكهة زهرة البرتقال، وانتم بغيتو ديرو اي نكهة بغيتو ممكن لكم ديروها. غادي نضيف واحد الكاس ديال السنيدة، كاس عادي ديال العلبة. نخدم المكونات حتى كينسجمو مزيان. بعد ما خدمت السكر مع الزبدة، غادي ندير في واحد الكاس اللي عبرت به السكر، غنعبر به الزيت، كاس ديال الزيت. غادي نخدم مزيان المكونات حتى ما يبقاش الزيت كيبان. بعد ما خلطت المكونات بهذا الشكل، غندير واحد جوج بيضات اللي خرجتهم قبل حتى هما من الثلاجة. ضروري يكون مغسول بحال هكا كيطيحو القشور، المهم يكون البيض مغسول احسن باش الى طاح بلا تكون البيضة نقية. المهم غادي نخدم مزيان المكونات، ودابا غادي نضيف واحد الخمارة ديال الحلوة وحدة. هادي فيها 8 غرام صافي. ودابا غادي نقلي ندير الطحين شويه بشويه حتى كتجمع العجينه اللي تكون رطبه، ما تكونش خفيفه وما تكونش ثقيله بزاف، تكون رطبه. كنضرب الطحين وكنجمع عيني ميزاني حتى كتجمع العجينه. والطحين عادي يعني ماشي ديال الحلوه، طحين عادي اللي كنعجنوا به الخبز. هذا القوام ديال العجينه كما شفتوا كيكون رطب. انا خديت واحد الجزء غادي نسرحو بالمدلك، غادي نعاون شويه ديال الطحين وغادي نسرحو. ما تكون مغليضه، مرقيقه يعني متوسطه. ممكن تاخذوا اي مرشم عندكم، انا غندير هذا المرشم ديال القليل. صافي ممكن بغاو نهزو كنعاونو بشي سباتيل باش مكت الفورما ديال اللي طبعنا كتبقى كيف ما هي، محافظين عليها. الا هزينا بايدينا تقدر الشكل يخسر، المهم كنبقى غادي بهذا الشكل هذا. وغندير معاكم واحد الشكل اخر بلا طابع. بعد ما درت هذوك الهلالات في اللاطة، دابا غادي ندير الشكل بلا طابع، غنديرو غير بيدي. هنا درت شكل هلال، غادي ندير شكل هلالات، ندير حربو هكذا، وغادي نقابطو بهذا الشكل هذا. ساهل، اللي ما عندوش طابع ممكن لي يدير غير هكذا اشكال غير بيديه، راه كاينين اشكالات زوينين غير باليدين بلا طابع. كنقاد بهذا الشكل هذا حتى كيجي شكل هلال بهذا الشكل هذا. صافي كنبقى غادا بهاد الطريقة هادي. دابا ندخل هاد الصواني هادو اللي وجدت، غندخلهم الفران ويكون الفران العافية مهيلة باش كيطيبو على خاطرهم، ومن بعد نخرجهم نوريكم الشكل. ودابا غادي ندوز لشكل واحد آخر. أنا هنايا خديت بلاستيكة عادي قسمتها على جوج، درت وصل منها العجينة باش منبقاش ندير الطحين كل مرة، لان خفت تقصاح ليا، خاصها تبقى العجينه خفيفه. بعد ما طلقتها من بين جوج بلاستيكات، خديت هذا المرشم هذا. كما قلت لكم يمكن لكم تخدموا غير بيديكم بلا مرشم، حيت انا دابا عندي واستعملتهم. غندير هذا الشكل هذا، وكل واحد غنزوقو بطريقه مختلفه. هنا خديت العجينه، شويه العجينه ودرت حكيت الشكلاط عادي، شكلاط كالا حكيت في هاد الحكاكه هادي. راه مكتخرجش شي شحال كتخرج ديال العجينه، كتخرج بزاف. المهم انا دابا غادي نعجن هاد العجينه هادي بهاد الشكلاط.
فاش كيجي فيها البيض والبصل كتجي زوينه، كتجي بحال مزخرفه. غادي نعجن هاد الشكلاط مع العجينه مزيان. شفتوا الشكل ديالها شحال زوين؟ صافي كناخذها غير كنكورها غادي نديا هكا. بعد ما كنكورها كندير لها واحد الحفيره هكا صغيره، لان ما تنساوش راه فيها خماره، غير ديروها صغيره وهي ان شاء الله غتجي هي هذيك هذا الشكل. هذا كما شفتوا الشكل ديالها في الجنب كيجي بهذاك الشكلاط، كيجي مزخرف. نكورها مزيان حتى تتجمع وندير هكا حفيره صغيره بهذا الشكل هذا. صافي نقاد لها الجوانب باش كتجي دايره مقاده بهذا الشكل هذا. صافي نحطها في الصينيه اللي كنكون دهناها قبل بالزيت. وهذا الشكل النهائي ديال الحلوه اللي درت معكم. كما كتشوفوا زينتها بهذا الشكل هذا. هنا درت كاوكاو والشكلاط، وهنا كذلك درت الشكلاط بيض والشكلاط بحال. وهاد القليبات درتهم على الشكل الخامي، وهنا درت لونت الشكلاط بيض باللون الغوز. كنتمنى تنال اعجابكم وتجربوها وبالصحه والراحه.